أفادنا مراسلنا بمقتل 12 إرهابيا وإصابة 13 آخرين والقبض على 33 مشتبها فيهم وتفجير 7 عبوات ناسفة، وذلك خلال قصف لطائرات الجيش استهدف بؤرا إرهابية بمناطق جنوب العريش والشيخ زويد خلال الساعات الماضية. أعلن رئيس مجلس النواب الليبي والقائد الأعلى للقوات المسلحة عقيل صالح الاستنفار العام في البلاد، وتعيين رئيس الأركان العامة لواء عبد الرازق الناظوري حاكما عسكريا للمنطقة بين مدينة درنا شرقا حتى بن جواد غربا. يأتي هذا وسط تكثيف الجيش لتحركاته ضد تنظيمي القاعدة وداعش في مدينتي أجدابية وبنغازي. بدأت القوات العراقية معركة جديدة ضد مسلحي داعش في الموصل بعد يومين من إعلانها النصر على التنظيم في الفلوجة. من جهتها شنت طائرات التحالف الدولي غارات على مقرات تابعة لداعش في الموصل لدعم القوات الحكومية في معركتها هناك. كشفت وزارة الدفاع الروسية عن اتفاق مع وزارة الدفاع الأمريكية لتحسين مستوى التنسيق بشأن سوريا. يأتي ذلك بعدما أعربت أمريكا عن قلقها من الغارات الروسية التي استهدفت معارضين سوريين قبل 3 أيام رغم الهدنة. وهو ما برره الكرملين بصعوبة التمييز بين المعتدلين والمتشددين في فصائل المعارضة على الأرض. استبعد الوفد الحكومي المشارك في المحادثة اليمنية بالكويت الحديث عن أي شراكة سياسية في البلاد قبل أن يلتزم الحوثيون بتسليم السلاح والانسحاب من كافة المحافظات. يأتي ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه ميليشيات الحوثي وصالح صاروخا باليستيا على معسكر تابع للقوات الشرعية في محافظة الجوف. قرر الحزب الاشتراكي الفرنسي إجراء انتخابات تمهيدية للانتخابات الرئاسية في مطلع العام المقبل، وعليه سيخوض الرئيس فرانسوا أولاند هذه الانتخابات إذا قرر الترشح لولاية ثانية، وهو ما لم يسبقه إليه أي من الرؤساء السابقين. يذكر أن فرنسا تشهد فرض حالة طوارئ منذ أشهر في ظل تهديدات إرهابية تشهدها البلاد. تبدأ وزارة السياحة اليوم في إجراء القرعة الإلكترونية للحج السياحي وإعلان نتيجة الفائزين، حيث تقدم 128,230 مواطنا للحصول على 29,143 ألف تأشيرة حج. تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم دعوى فرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين. كانت دعوى رفعها محامان ضد نقيب الصحفيين يحيى قلاش طلبت بوضع النقابة تحت الحراسة القضائية لحين الانتهاء من انتخاب مجلس نقابة جديد. سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة على حريق شب بكنيسة مريمينا بشبرا مساء أمس الذي أسفر عن إصابة 5 بحالة اختناق. وبالفحص تبين أن الحريق شب بالطابق الأول من الكنيسة وامتد لمخزن يستخدم في تخزين الأثاث. رياضيا، يلتقي فريق الزمالك وإنمبا النيجيري في 17:00 اليوم ضمن مباريات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. هذا ووصل فريق النادي الأهلي القاهرة فجر اليوم قادما من زامبيا بعد خسارته من مضيفه زاسكو بثلاثة أهداف مقابل هدفين. عالميا، تتواصل فعاليات بطولة أمم أوروبا يورو 2016 المقامة في فرنسا، حيث يلتقي المنتخب الفرنسي متصدر المجموعة الأولى نظيره السويسري، فيما يلعب المنتخب الروماني صاحب المركز الثالث أمام منتخب ألبانيا.
وإلى الأحوال الجوية، إذ يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا، لطيف ليلا. وتسجل درجة الحرارة في القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 23. نهاية الموجز الإخباري، فاصل قصير ونعود لاستكمال نهار جديد.